بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بطلاب المرحلة الثانية في موضوعنا الفوريير سيريز. الفوريير سيريز طلاب هو فد تكنيك يستخدم لما يستخدم لل periodic signal أو power signal. عرفنا بأن power signal هي periodic signal. طيب، سبق وأخذنا أيضا بالمحاضرات، المحاضرة 13 14 15 أخذنا الفوريير ترانسفورم. الفوريير ترانسفورم الفوري وقلنا بأن الفوريير ترانسفورم إلما كان إلما للإنرجي سيجنال، إلما للإنرجي سيجنال. إذا الفوريير سيريز طلاب للبريوديك سيجنال، بينما أو الإنرجي سيجنال، بينما الفوريير ترانسفورم للإنرجي سيجنال، العفو للانرجي سيجنال، نعم الفوريير ترانسفورم للانرجي سيجنال، بينما الفوريير سيريز للباور سيجنال. طيب، اذا قالك قارن بين الفوريير سيريز والفوريير ترانسفورم، طيب الفوريير سيريز طلاب قلنا اول فرق بينه وبين الفوريير ترانسفورم هذا خاص بالباور سيجنال، بينما الفوريير ترانسفورم بالانرجي سيجنال. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني طلاب، احنا شفنا الفوريير ترانسفورم الماجنتيود ريسبونس مالته، الماجنتيود ريسبونس راح يكون عباره عن كونتينوس، اذا هو كونتينوس ماجنتيود ريسبونس، كونتينوس ماجنتيود ريسبونس او كونتينوس فريكونسي ريسبونس. بينما الفوريير سيريز طلاب راح نشوفه هسه ديسكريت، راح يكون ديسكريت فريكونسي ريسبونس، ديسكريت فريكونسي ريسبونس. واضح؟ إذا عندنا فرقين أساسيين بالنسبة للفورير سيريز والفورير ترانسفورم. الأول هو هذا، الفورير سيريز هو للباور سيجنال، بينما الفورير ترانسفورم للإنرجي سيجنال. الفورير سيريز راح يكون ديسكريت فريكونسي ريسبونس اللي هو الماجنتيود والفيز، بينما الفورير ترانسفورم راح يكون الفريكونسي ريسبونس مالته كونتينيوس مستمر. طيب، عندنا نوعين من الفوريير سيريز. النوع الاول هو يسميه ريال فورم، الريال فورم اللي هو راح يستخدم تريجونومتريك فانكشن اللي هي الساين والكوساين، بينما النوع الثاني يسمونه الكومبلكس فورم، كومبلكس فورم اللي هو المركب راح يكون كومبلكس فورم اللي هو راح يكون نستخدم شنو، الاكسبوننشال فورم او الاكسبوننشال فانكشن. اذا راح نستخدم بالريال فورم الترايجونومتريك فانكشن، بينما بالكومبلكس فورم راح نستخدم الاكسبوننشال فانكشن. اذا نوعيتين من الفوريير سيريز، الريال فورم والكومبلكس فورم. راح ناخذ البدايه النوع الاول اللي هو الريال فورم اوف ذا فوريير سيريز. الريال فورم طلاب راح نجي نقول البريودك فانكشن للاف اوف تي راح نكتبها بالصيغه التاليه، البريودك فانكشن للاف اوف تي راح نكتبها بالصيغه التاليه، هاي الجنرال اكسبريشن للفوريير سيريز باستخدام الريال فورم. الاف اوف تي راح تساوي لنا اي نوت على 2 زائد سميشن من الان يساوي لنا 1 الى الانفينيتي المن للاي سب ان كوساين ان اوميجا تي بلس بي سب ان ساين ان اوميجا تي. هسه راح نعرف طبعا شنو معنى الاي نوت، شنو معنى الاي ان، شنو معنى البي ان. طيب الاي نوت القانون مالته شنو هو طلاب؟ الاي نوت، اذا هاي طلاب قبل ما نعرف، هاي يمثل لك الجنرال اكسبريشن للفوريير سيريز باستخدام الريال فورم، الجنرال اكسبريشن اوف ذا فوريير سيريز باستخدام شنو؟ استخدام الريال فورم. يعني ما معناه بالبداية طلاب حتى اكتب الجنرال اكسبريشن لازم اوجد الاي نوت، اوجد الاي سب ان، اوجد البي سب ان. هنا يعني شنو اي نوت؟ ما معناه الان ايش قد قيمتها؟ صفر. اذا لازم اوجد الاي نوت، اي ان، بي ان. طيب الاي نوت هو ايش راح يساوي؟ القانون مالته 2 اوفر تي، والتي هنا الطلاب بيريود كامل، التي هو عبارة عن البيريود كامل للإشارة، تكامل من تي داش إلى تي داش زائد تي اف اوف تي دي تي.
ممكن واحد يقول استاذ شنو معناته اذا اي قيمه تبدي بها للاشاره، اي قيمه بس لازم تغطي لك بريود كامل. واحد يقول استاذ اقدر ابدي من الصفر؟ نعم تقدر تبدي من الصفر، اذا هذا صفر الى تي على اعتبار من تي داش خليتها صفر. اذا نقدر نكتب اي نوت يساوي ان تي اوفر 2 اوفر تي كابيتال تكامل من صفر الى تي اف اوف تي دي تي، ماكو في المشكله. تي داش انت خليتها صفر، اي قيمه تقدر تبديها. واحد يقول استاذ ابديها من باي اوفر 2 من 90 درجه، او باي اوفر 2 تكامل باي اوفر 2 زائد ان تي اف اوف تي دي تي، ما عندك مشكله. طيب الاي صب ان ايش راح تساوي لنا؟ 2 اوفر تي كابيتال ايضا تكامل من تي داش الى تي داش بلس تي اف اوف تي، بس ليش مضروبه هنايا؟ الاي صب ان في كوساين ان اوميجا تي دي تي، ان اوميجا تي دي تي. والبي او ايضا كذلك تقدر تبدي تي من صفر، اذا كانت من صفر راح يصبح حدود التكامل من صفر الى تي كابيتال، من صفر الى تي كابيتال، نتذكر بان تي كابيتال هي بيريود. طيب البي صب ان راح يساوي لنا 2 اوفر تي كابيتال تكامل من تي داش الى تي داش زائد تي اف اوف تي ساين ان اوميجا تي دي تي. اذا البي صب ان علاقته مع الساين، الاي صب ان علاقته مع الكوساين. اذا هذا للدوال الزوجيه، خلينا نقول اذا كان عندنا زوجي، وهذا الدوال الفرديه. اوكي طيب نتذكر بانه طلاب الاوميجا تي، الاوميجا تي كابتر، اوميجا تي كابتر يساوي 2 باي. منين جبنا المعادله؟ نتذكر بان الاوميجا شو يساوي لنا؟ 2 باي اف. هنكتبها ايش؟ الاوميجا هو يساوي لك 2 باي اف، والاف هو شنو علاقته مع التايم؟ 1 على تي. اذا الاوميجا ايش راح يساوي لنا؟ 2 باي 1 على التي. اذا نضرب الطرفين في تي يصير اوميجا تي يساوي لنا ايش قد بيش حاله؟ 2 باي. اوميجا تي، اوميجا تي كابيتال هاي هو نفس هذا التي، يساوي لنا ايش قد؟ 2 باي. طيب هسه راح نعرف جزء جزء. هذا شيء يمثل لنا الاي نوت على اثنين، راح يمثل لنا الافرج فاليو او الدي سي فاليو المل للسيجنال. الاي نوت على اثنين يمثل لك شنو هذا؟ اذا اول تيرم هنا موجود يمثل لنا هذا الدي سي فاليو او الافرج فاليو اوف ذا سيجنال. طيب الاي صب ان شو يمثل لنا؟ هاي الكوفيشنت اوف كوساين 4. اذا الكوفيشنت اوف كوساين 4، كوفيشنت اوف ذا فورير سيريز 4 كوساين 4، واضح؟ البي صب ان شو يمثل لنا؟ الكوفيشنت اوف ذا ريال فورير سيريز 4 ساين 4، 4 ساين 4. اذا البي صب ان فور ذا ساين 4، بينما الاي صب ان هو الكوفيشنت فور ذا كوساين 4. راح نتعرف هنا طلاب ايضا، او نعيد ذاكرتكم الى المحاضرات السابقه حتى نعرف شلون الداله ايفن ولا الداله تكون اود. هاي ذكرناها طلاب في المحاضره الخامسه والسادسه للفصل الاول، ذكرنا بانه شلون راح نكون نعرف بانه الداله بانه هاي داله زوجيه او داله فرديه. طيب ليش نفرض بانه اذا كانت الاف اوف تي هي ايفن، شلون راح نعرفها ايفن؟ حسب هاي القاعده مالتنا، هي الاف اوف تي تساوي لنا اف اوف ناقص تي، اف اوف تي يساوي لنا اف اوف ناقص تي. شنو معناها؟ خلينا نشوف هاي الداله، عندنا مثلا داله الكوساين، شنو معناها؟ إذا تحركت إلى اليمين إلى مسافة، مثلا من الصفر تحركت إلى مسافة، وراح أشوف ايش قد الأمبليتيود مالتي، فرضا هنا فد قيمة معينة، نفرض بأن هنا عندي مثلا الأمبليتيود مالتي 0.5 فرضا. طيب أتحرك نفس الحركة إلى اليسار، نفس القيمة، نفس الحركة مالتي، وأشوف هل أن القيمتين متساوية، يعني اف اوف تي تساوي لنا اف اوف ناقصا تي، اذا متساويات معناها هاي الداله هي ايفن فانكشن. فبذلك لما تكون داله ايفن فانكشن طلاب مباشره ينطبق عليه، ما يحتاج اوجد البي صب ان، يعني ما معناه بي اوف بي صب ان يساوي لنا صفر، فقط موجود عندي الاي صب ان.
الاي صب ان، يعني البي صب ان يساوي لك صفر. اذا الاي صب ان لا يساوي صفر، بينما البي صب ان يساوي صفر. هاي للمال الداله اذا كانت ايفن. طيب ناخذ داله اخرى نشوف، نشيك هاي الداله هل هي ايفن اور اود. هي داله التي سكوير اللي هي راح تكون على شكل بارابولا. ايضا القاعده ناخذ نمشي على ناخذ على الطرف الاكس اكسس او التايم، ناخذ على اليمين في المسافه نشوف ايش قد الامبليتيود. لازم اذا مشينا نفس المسافه على اليسار بس بالسالب نلقى نفس الامبليتيود. اذا هاي الداله ايش راح تكون؟ ايفن، نفس الامبليتيود طلاب وجدناه. اذا هاي الداله هي شنو؟ راح تكون ايفن. f of t تساوي لنا f of minus t، تمشي الى اليمين وتمشي الى اليسار راح تلقى نفس الامبليتيود. بالايفن فانكشن طلاب نذكر بانه البي صب ان يساوي صفر، يعني ما يحتاج طلاب تروح توجده لانه يساوي لك صفر. او وكذلك العفو الاي صب ان لا يساوي لنا صفر. طيب هاي بالنسبه للايفن. اذا الداله كانت اود، والاود القانون مالته اف اوف تي ناقصا اف اوف ناقص تي، يعني انا مو امشي لليسار بمسافه ناقص تي، لازم اوجد عكس الامبليتود اللي مشيت بيه باليمين. يعني هاي راح امشي باليمين اف اوف تي راح القى نفس الامبليتود بس وين؟ بالسالب. بالسالب القى نفس الامبليتود بس بالعكس بالسالب. هاي يسموها داله شنو؟ داله اود فانكشن. بالاود فانكشن طلاب الاي صب ان يساوي صفر بينما البي صب ان لا يساوي صفر. راح نفحص هسه عندنا دالتين مثاليه تراينجلر فانكشن والساين فانكشن. نشوف راح نمشي الى اليمين، قلنا نمشي الى اليمين راح نلقى مثلا هاي المسافه، مثلا راح امشي بمسافه 90 درجه راح القى ايش قد؟ راح ايش قد ساين 90 درجه؟ راح يكون واحد. طيب نفس المسافه راح امشيها الى اليسار مقدار 90 درجه، ايش قد راح تكون هنا؟ ناقص 90، لان سالب هنا الزوايا. ناقص ساين ناقص 90 ايش قد راح يلقى؟ ناقص واحد. ساين ناقص 90 ناقص واحد. اذا انا مشيت نفس المسافه الى اليمين ونفس المسافه بس بالسالب الى اليسار، وجدت بانه عندما امشي باليمين الارتفاع مالتي هو سالب الارتفاع عندما امشي الى اليسار. اذا هاي الداله هو شنو؟ نقول داله الداله هي اود فانكشن. امشي من المسافه يطلع لي امبليتيود، لازم المسافه اللي امشي بها بالاتجاه المعاكس يطلع سالب الامبليتيود اللي طلعته بالموجب. طيب كذلك هاي الداله طلاب تراينجولار، اذا فرضا مشينا في الاتجاه هذا مسافه مثلا في مسافه معينه وجدنا الامبليتيود هنا ايش قد؟ راح يساوي لنا واحد. امشي نفس المسافه طلاب راح اشوف ايش قد الامبليتيود هنا؟ بالسالب، سالب واحد. اذا بهيج حاله راح تكون اف اوف تي راح يساوي لنا سالب الاف اوف ماينس تي، يعني امشي بمسافه راح القى نفس الامبليتيود بس شنو؟ قيمته بايش؟ بالسالب، نفس الامبليتيود بس قيمته بالسالب، يعني مثلا اذا لقيت انا واحد راح القى هنايا لما امشي بالعكس راح القى سالب واحد. اذا الداله راح تكون اود فانكشن، وتذكر بان الاود فانكشن طلاب هو الاي صب ان يساوي صفر بينما البي صب ان لا يساوي صفر. راح ناخذ هسه امثله طلاب ونحاول نطبق في مثال بسيط على الداله سواء كانت ايفن اور اود، وراح نوجدها كرياضيا نوجدها حسب القانون، واحنا نعرفها مسبقا بانها تساوي صفر، لازم المفروض تجي نوجد النتيجه تساوي صفر. طيب طلاب راح ناخذ المثال الاول. Find the Fourier series of the following signal. Fourier series معناه طلاب يعني ما معناه تو هاي الفوريير سيريز توجد ال f of t للداله كلها. هاي ال f of t يعني ما معناه لازم توجد ال a نوت، توجد ال a sub n وتوجد ال b sub n وتعوض، تبدي تعوض من n يساوي لك واحد الى الانفينيتي. هاي يسموها الفوريير سيريز. Find the Fourier series ال f of t ما معناه لازم توجد الداله كلها. لو قال لك فقط الكوفيشنت يعني راح توجد الاي نوت، توجد الاي صب ان والبي صب ان تكتفي وتنتهي القضيه. بس لما يقول لك لا الفوريير سيريز فلازم يكون الفوريير سيريز توجد الاف اوف تي بعد ما توجد الاي نوت والاي صب ان والبي صب ان. طيب نعطينا داله طلاب، هاي الداله هي
سيجنال، ارتفاع طلاب اي، وأقل ارتفاع أيضا إلى ناقص اي. نشوف الارتفاع مني راح يكون من ناقص تي على 4 إلى تي على 4، ارتفاع اشقد اي من تي على 4 إلى 3 تي على 4، أيضا ارتفاع اشقد ناقصا اي. وأيضا إذا تستمر من هذا إلى هذا النقطة راح تكون ارتفاعها أيضا اي، ومن هاي النقطة إلى هاي النقطة أيضا ارتفاعها ناقصا اي. طيب المطلوب من عندنا إيجاد الفوريير سيريز. الفوريير سيريز هو الـ F of T طلاب، يساوينا القانون العام في حالة الريال فورم طبعا. F of T تساوينا أي نوت على 2 تكامل زائدا summation الـ A يساوي لك 1 إلى الانفينيتي A sub n كوساين n أوميجا T، زائدا summation من n يساوي لنا 1 إلى الانفينيتي B sub n ساين ان اوميجا تي. طيب هو نفس الطلاب هذا القانون بس فتحناه، يعني السمايشن هذا نفس القانون بس السمايشن هو هذا مو جمع عمليا، فالسمايشن راح يكون لهاي الجزء وسمايشن يكون هذا الجزء كانما فتحنا هذا الاكسبريشن. طيب خلينا نشوف الداله شو تكون. هاي الداله هل هي ايفن اور اود؟ نجي نشيك، ناخذ نمشي الى اليمين مسافة، راح نشوف انه الدالة ارتفاعها شقد اي. نمشي نفس المسافة الى اليسار راح نقول ارتفاعها ايضا اي. اذا ال f of t راح يساوي لنا ماينس، راح يساوي لنا العفو راح يساوي لنا ال f of ماينس t. f of t هبنا هنا هي f of t شقد، راح يساوي لنا اي. واذا مشينا f of ماينس t راح يكون ايضا اي. اذا الامبليتود الامبليتودز بالحالتين راح تكون متساوية. اذا هاي الدالة شنو؟ الدالة ايفن. لما تكون الدالة ايفن ما معناه البي صب ان ايش قد يساوي لنا؟ صفر. البي صب ان صفر والاي صب ان موجودة، واضح طلاب؟ البي صب ان صفر بينما الاي صب ان صفر موجودة. هسه راح نثبتها بانه ناخذها تكامليا المفروض تساوي صفر. طيب نحسب بالبداية طلاب الاي نوت. الاي نوت عندنا القانون العام 2 على تي تكامل من صفر الى تي اف اوف تي دي تي. منين جبنا هذا طلاب؟ من هذا القانون. هذا هو الاي نوت على اعتبار بانه اي تي داش، قال انا يقولون بانه واحد احد الطلاب قال اريد ابدا من تي نوت تي داش العفو من الصفر، اذا هذا اذا تي داش صفر، اذا من الصفر الى تي. ايضا هذا نفس الحاله من صفر الى تي كابيتال كبريود كامل تاخذه من صفر الى تي، بريود كامل لازم تاخذه طلاب. طيب شنو معنى البريود طلاب؟ خلينا نبدي تعريف للبريود قبل ما نبدي بالحل. طبعا ذكرناه احنا ايضا بالمحاضرات، المحاضره الرابعه الخامسه والسادسه العفو، ذكرنا شنو معنى البريود. البريود بانه هاي اذا فرضا بانه الداله بدات منها، هذا بدات تقول هذا منها راح ابدي القيمه للداله، لازم الداله بعد بريود معين تكرر نفسها. تبع على ايش؟ وقت راح تكرر نفسها؟ شوف لما نبدي هنا نوقف راح نشوف هذا راح يشابه لنا هذا، وهذا راح يشابه لنا هذا، اذا هذا البريود. يعني منها تقدر تبدي تقول هذا اذا بريود كامل، اذا لازم الداله غطيها بريود كامل، يعني منها الى هنا هي قيمتها موجبه ومنها الى هنا هي قيمتها سالبه. او واحد يقول استاذ اريد ابدي منها اغطي بريود كامل، بس تتذكر بانه هنا منتصف الجزء ما معناه نص راح يكون هنا ايش قد؟ سالب اي، سالب اي. اذا اوكي مو في المشكله، منا نصف ثم بعدين ابدي منا الى هنا اي، اذا النصف هو ناقص اي، و من ناقص تي على 4 الى تي على 4 هو اي، ومن تي على 4 الى تي لهنا ننتبه عليه. بعدها طلاب نشوف انه الداله لهنا نوقف هنا، راح نشوف بانه هذا راح يشابه لنا هذا وهذا راح يشابه لنا هذا، اذا راح تكون الداله بريود كامل لهنا، يعني راح تكرر نفسها الداله، تكرر نفسها منا اذا بديت منا الى هنا، وراها هنا الداله راح تكرر نفسها، هذا يشابه لنا هذا وهذا يشابه لنا هذا.
اوكي طلاب، واحد يقول لا استاذ انا اريد ابدي من هنا، من هالنقطة. اوكي، من هاي النقطة الى هاي النقطة، هاي الدالة جت قيمتها سالب اي. طيب من هاي النقطة الى هاي النقطة القيمة الدالة هي اي. لهنا ينتبه عليه، لهنا راح اوقف. ليش؟ لان الدالة راح تكرر نفسها، راح ترجع مرة اخرى، ناقصا اي وراها النوبة زائدا اي، يعني منها زائدا اي. اذا ابدي اقول هذا البريود منها الى هنا، هذا البريود كامل. ليش؟ لان ما بعد هذا الخط، ما بعد التي على 4 الدالة راح تكرر نفسها. دالة بدت من هذا الجزء السالب راح ترجع ايضا سالب، ومن ثم بعدين موجب راح تبدي موجب. اذا من هذا الجزء الى هذا الجزء ايضا بريد. واحد اخر يقول استاذ اريد ابدي منها، من الصفر، منها. اذا من صفر الى تي اوفر 4 هي قيمتها اي، ثم اخذت الى من تي اوفر 4 الى 3 تي اوفر 4 هي قيمتها سالب اي، وايضا من صفر الى تي، او من 3 تي اوفر 4 هي الى تي هي قيمتها اي. لهنا راح نوقف. ليش؟ لان الداله راح تكرر نفسها، لان هذا الجزء راح يشابهنا هذا الجزء، وهذا الجزء راح يشابهنا هذا الجزء، وتستمر الداله، هذا الجزء راح يشابهنا هذا الجزء. اذا البريود مالتنا راح يكون من صفر الى تي. هذا هو البريود، لازم نغطي لنا بريود كامل. فانت منين تبدي بالبريود لازم تغطي بريود كامل. طيب طلاب، اف اوف تي راح تساوي لنا اي نوت، قلنا الاي نوت، نجي على الاي نوت. الاي نوت هو عباره 2 اوفر تي كابيتال، هو البريود من صفر الى تي اف اوف تي دي تي. راح نبدي بريود كامل طلاب، راح نبدي من هذا الجزء الى هذا الجزء، راح نغطينا بريود كامل. فهو البداية التكامل، طبعا راح اقسم التكامل من ناقص تي على 2 الى ناقص تي على 4، ايش قد قيمة الدالة هنا؟ ناقصا اي. ومن ناقص تي على 4 الى تي على 4 الدالة قيمتها اي، ومن تي على 4 الى تي على 2 قيمة الدالة ناقص اي. ينتهي البريود كامل مالتنا منا الى هنا. تقدر تاخذ غير بريود؟ نعم، استعرضنا عدة بريودات، تقدر تاخذ اي بريود تطلع النتيجة نفسها، انت مخير طلع. واحد يقول استاذ اريد ابدي منها، اذا من ناقص تي على 4 الى تي على 4 ارتفاع الدالة اي، ومن تي على 4 الى 3 تي على 4 ارتفاع الدالة ناقص اي. خلاص اثنين، يعني تاخذ حدين تنتهي القضية، تكاملين تنتهي القضية. فانت بكيفك طلاب، انت مخير تطلع النتيجة نفس النتائج. اذا راح نبدي من ناقص تي على 4 تي على 2 الى ناقص تي على 4. شوف ارتفاع الدالة شو يقول، يقول من ناقص تي، حدود التكامل، من ناقص تي على 2 الى تي على 4 منا الى هنا، ايش قد الاف اوف تي؟ ناقصا اي، ناقص اي دي تي، زائد التكامل من ناقص تي على 4 الى تي على 4، ايش قد ارتفاع الدالة؟ ايش قد الاف اوف تي؟ هي اي، هاي الاف اوف تي تي اي خلال هاي حدود التكامل، زائد التكامل الاخر من تي على 4 الى تي على 2، من تي على 4 الى تي على 2، ايش قد ارتفاع الدالة من هنا الى هنا؟ ناقص اي. اذا دي تي ارتفاع الدالة هو ايش قد؟ اف اوف تي هو ناقص اي تي منا الى هنا، الحدود التكامل منا الى هنا هو ناقص اي. خلصنا بريود كامل، خلصنا بريود كامل. خلاص نوجد هسه التكاملات طلاب، تكاملات بسيطة، يراد لنا مراجعة طلاب للتكاملات. الاي هو هنا مشترك لكل التكاملات، ممكن الاي نطلعه. شو بقى هنا ناقصا؟ تكامل دي تي هو تي، منين اكاملها؟ من ناقص تي على 2 الى ناقص تي على 4. ايضا تكامل الدي تي هنا هو تي، من هذا التكامل الى هذا التكامل، من ناقص تي على 4 الى تي على 4 ناقصا هذا ناقص تكامل دي تي ايضا هو تي، تكامل من تي على 4 الى تي على 2، ويساوي لنا النتيجة 2 اي على تي ناقصا. طبعا الاي طلاب هنا المقصود بالامبليتيود هو اي قيمة طلاب، ممكن يكون 4، يعني ما معنى 4 ناقص 4، ممكن هنا تي ممكن 10، ممكن هم 8 تي، كيفك انت البريود تختاره، انت بكيفك. هنا منطقيات جنرال،
ممكن انا اجيب لك بالسؤال نفس الشكل، يعني نفس الشكل بس احدد لك، اقول لك الاي هنا 8، 8 ناقص 8، والتي هنا مثلا 100، فصير 100 هنا راح اعطيك 50 مثلا، 100 على 2 يصير 50، فمعناه انت تي كابتر هذا ايش قد؟ راح يكون 100 على 2 ايضا ناقصا 50، هاي 100 على 4 يصير 5، سالب 25 هنا 25، وهكذا هنا 100. واضح طلاب؟ يعني هنا بنعطيك اياها جنرال بصيغه، اي قيمه تي، اي قيمه لتي واي قيمه لاي بصوره عامه، الاي هو الماجنتيود او الامبليتيود، والتي هنا راح يكون التايم. طيب نرجع هنا، اذا نكمل نقول نعوض بالناقص تي بايش؟ من ناقص تي على 4 ناقص ناقص تي على 4، يعني يصير تي على 2 يصير معناه ناقص تي على 4 زائد تي على 4، معناه تي يعني تي على 4 مضروبة في الناقص ناقص تي على 4، زائد أيضا هذا راح نعوض مكان تي على 4 ناقص ناقص تي على 4 ناقص ناقص، معناه زائد تي على 4 زائد تي على 4 يعني تي على 2 ناقصا هنايا تي على 2 ناقصا تي على 4، يعني نص ناقص الربع يبقى لنا ربع ناقص تي على 4. شوف ناقص تي على 4 ناقص تي على 4 معناه ناقص تي على 2، يعني نص ربع زائد الربع بس بالسالب راح تكون يصير ناقص نص، وزائد نص راح يصير صفر، اذا الاي نوت راح يساوي لنا صفر. اوكي طلاب، ما إلى علاقة طلاب بالاي نوت بالايفن والاود فانكشن. طيب راح نجي على الاي صب ان، الاي صب ان هاي المعادله مالته قلنا اخذنا تي داش ايش قد يساوي لنا صفر، انت مخير طلاب. اذا من 2 الى تي تكامل من صفر الى تي اف اوف تي كوساين اوميجا تي دي تي، هذا هو الجنرال اكسبريشن للكوفيشن اي صب ان، الكوفيشن اي صب ان. طيب احنا راح ناخذ نفس حدود البريود، نفس البريود اخذناها، يعني ما معناه من هذا من ناقص تي على 2 الى تي على 2، انت تقدر تاخذ ايضا بريود اخر، يعني من هنا الى هنا ومن هنا الى هنا، خلصت هذا البريود كامل. ممكن ان تاخذ اي بريود من هنا الى هنا، هذا بريود كامل. فانت مخير ايضا هنا طلاب، او تستمر بنفس البريود اخذته بالاي نوت. اذا راح ناخذ نفس البريود اخذناه بالاي نوت، اللي هو راح يكون من ناقص تي على 2 الى تي على 2. وش يصير؟ هذا 2 على تي مثل ما هو موجود. اذا نبدي من ناقص تي على 2 الى ناقص تي على 4، الاف اوف تي هنا شقد راح تكون من هذا الى هذا؟ من هذا الى هذا الاف اوف تي ناقصا اي، اف اوف تي راح تكون ناقص اي مضروبه في كوساين ان اوميجا تي دي تي. زين نستمر لانه البريود هنا عندنا مجزأ، راح ناخذ التكامل من اللي يستمر لازم نغطي بريود كامل لهنا، فعندنا الحد الاخر زائدا تكامل من ناقص تي على 4 الى تي على 4، ايش قد الارتفاع هنا راح يكون عندنا؟ هو اي اف اوف تي راح تكون اي، اذا من ناقص تي على 4 الى تي على 4 اف اوف تي ايش قد تساوي لنا؟ اي مضروبه في كوساين اوميجا تي دي تي، زائدا التكامل الجزء الاخر من تي على 4 الى تي على 2 ايش قد الاف اوف تي؟ وناقصا اي الاف اوف تي ناقصا اي مضروبه بايش ايضا؟ كوساين ان اوميجا تي دي تي، هاي ناي ان اوميجا دي تي ان، العفو كوساين ان اوميجا تي دي تي. نسد القوس نبدي نكامل طلاب، ايضا هنا الاي كلها موجوده متكرره في كل الحدود، اذا نقدر نطلعها خارج، اذا صير 2e over t. طيب تكامل الكوساين طلاب هو ساين، بس لازم شنو نراعي؟ مشتقة داخل القوس، ايش قد مشتقة داخل القوس؟ هي n اوميجا t، اذا حتى اكاملها لازم اضرب في n اوميجا t اقسم على n اوميجا t، ناية هنا عندي ناقص، اذا اضرب واقسم فاكامل حوله الى ساين، ويبقى لي ناقصا ناقص واحد على ان اوميجا تي. اذا لو هسه اشتقها، مشتقه الساين راح يكون كوساين، كوساين وبضربه في المشتقه ان اوميجا تي، ان اوميجا تي تختصر الى ان اوميجا تي ترجع الداله مثل ما هي. زائدا ايضا نفس الحاله طلاب، هنا تكامل الكوساين ان اوميجا تي ايضا لازم اقسم على مشتقه
الكوساين اللي هي ان اوميجا، واحد على ان اوميجا، وتكامل الكوساين هو ساين اوميجا تي، هني التكامل من ناقص تي على 4 على تي على 4، ناقصا واحد ايضا تكامل الكوساين طلاب هو ساين، بس لازم اراعي شنو مشتقة الزاوية، هي شنو مشتقة الزاوية، التكامل بالنسبة للتي مشتقة هي ان اوميجا، ان اوميجا، اذا لازم اقسم على ان اوميجا، والتكامل من تي على 4 الى تي على 2. طيب راح نبدي نعوض طلاب، هسه عملية تعويض، وهاي عملية التعويض أرادناها دقة طلاب حتى نحصل على النتيجة الصحيحة. انتبه علي هنايا، هذا الحد وهذا الحد وهذا الحد هي كلها موجودة مقسمة على الـ n أوميجا، فأقدر أطلعها الـ n أوميجا خارج قوس لأنه مشتركة لكل الحدود، فـ n أوميجا خارج قوس تنضرب في تي يصير n أوميجا تي، وهاي 2 e. طيب راح أبدي أعوض، أعوض هنا مكان كل تي بيش ناقص تي على 4، اذا هاي ناقص، رجاء هاي مو ناقص، هاي يعني كانما هي ناقص تي على 4 مضروبه بمن؟ في الان اوميجا، ناقص تي على 4 مضروبه في اوميجا، ليش عوضنا مكان تي بيش بناقص تي على 4؟ اوكي طلاب، هاي معناه مو ما تقرا بانه ان اوميجا ناقص تي على 4، لا تقرا بانه ناقص تي على 4 مضروبه في ان اوميجا، رجاء ناقص، نعوض هسه بناقص تي على 4 ناقص ساين، ونعوض ايضا هذا ب بايش؟ بمعنى ناقص تي على 2 مضروبه في اوميجا ان وليست اوميجا تي، هنا رجاء هاي هنا ان وليست تي، رجاء هنا ان وليست تي، اوكي هنا ان صلحناها هنا، يعني خطأ ظاهر، فهنا ان، يعني شو يصير؟ اوميجا ان مضروبه في ناقص تي على 2، زائدا نجي الحد الاخر نعوض بايش؟ بالتي بتي على 4، اذا ساين اوميجا ان اوميجا تي على 4 ضربناها، ناقصا ساين ان اوميجا مضروبه بناقص تي على 4، هاي ناقص تي على 4 مضروبه في ان اوميجا، واكرر ما تقرا ان اوميجا ناقصا تي كابيتال، لا تقرا بانه ناقص تي على 4 مضروبه في ان اوميجا. الحد الأخير نفس الحالة طلاب، نعوض ب تي على 2 مضروبة، نعوضها مكان تي، يصير ان اوميجا تي على 2 ناقصا ساين اوميجا، ايضا نعوض بتي على 4 ناقص ناقصا ساين ان اوميجا تي على 4. اوكي طلاب، هنا يا طلاب تبع على الناقص تطلع خارج الناقص، تتوزع هنا لان هاي الناقص هي موجوده راح تتوزع عليهم، فالناقص تنظروا في هاي القيمه، اذا هاي القيمه تصير بالناقص. طيب هذا الناقص نقدر نطلعه برا، فالناقص ويا الناقص يصير زائد، اذا هذا اصبحت القيمه مالته زائد، هذا الناقص نضرب في هذا الناقص يصير موجب، اذا هذا الحد مالته موجب، وتطلع هاي الناقص خارج، اذا هذا الحد يبقى سالب. اوكي هاي عدلناها هي ان زائدا ساين اوميجا ان تي على 4، وهاي هنا انتبه عليها، هنا هي اشارتها ناقص، ومن هنا يطلع من عندنا ناقص، يعني ساين ناقص الزاويه يصير هو عباره ساين ناقص الزاويه يساوي ناقص ساين الزاويه، ساين ناقص الزاويه يساوي ناقص ساين الزاويه، فهذا الناقص يطلع دائما الساين الناقص اللي بداخله يطلع خارج، فينضرب مع هذا الناقص يصير موجب. اوكي ناقص في هاي في هذا نبقى نفسه، والناقص في هذا ناقص يصير زائد، اذا هذا الجزء يصير زائد. اوكي طلاب نشوف عندنا هذا الجزء هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء كلها متشابهه، ومعناه شو يصير؟ حاصل جمعهم ومعناه 4 ساين ان اوميجا تي على 4، واضح؟ هذا 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 4 ساين ان اوميجا تي على 4، وهذا يشبه هذا يصير ناقص 2 ساين ان اوميجا تي على 2. نتذكر بانه طلاب كل اوميجا تي هو عباره عن 2 باي، كل اوميجا تي هو عباره عن 2 باي، كل اوميجا تي هو عباره عن 2 باي، نعوض هنا عن كل اوميجا تي ب 2 باي، انتبه عليه، لما نعوض هنا 2 باي معناها يصير هنا ان باي على 2، لما نعوض 2 باي هنا راح يصير ان باي. اوكي انتبه عليه، هنايا ساين ام باي، يعني اذا كانت الان واحد ساين باي ايش قد؟
صفر. يعني ان واحد مو معناه ساين باي صفر، اذا كانت الان اثنين ساين 2 باي صفر، اذا كانت 3 ساين 3 باي صفر، وهكذا. اذا هذا المقدار دائما يؤدينا الى صفر حتى لو كان بالسالب. طلاب، ساين ناقصا باي ما معناه هو يساوي لنا ناقصا ساين باي، وساين باي يساوي صفر. ساين ناقصا 2 باي، فرضا لو ان هو ناقص 2، ساين ناقص 2 باي ما معناه يساوي لك ناقصا ساين 2 باي، والنتيجه ايضا صفر. اذا هذا المقدار دائما ينطينا القيمه صفر. طيب، ما معنى النتيجة مالتنا راح تكون بهذا القسم، هذا الجزء راح يمثل لك النتيجة مالتنا. إذا الـ A sub A راح يساوي لنا 4 A على M باي ساين M باي على 2. هذا بالنسبة للـ coefficient A sub A. الساين هنا طلاب نقدر نحدد ملامحها لأي قيمة لـ N، مثلا إذا كانت الـ N صفر ومعناه ساين صفر ومعناه صفر. إذا كانت الـ N واحد ومعناه ساين باي على 2، ايش قد راح يصير؟ ساين باي على 2 1. اذا كانت 2 معناه 2 تختصر الى 2 ساين باي 0. اذا كانت 3 معناه 3 باي على 2، ايش قد راح يصير؟ ساينها راح يصير ناقص 1، ينضرب في هذا. طبعا هذا ما احكي لك، هاي القيم تنضرب بمن؟ في 4 اي على ان باي. طيب اذا كان الان 4 4 تختصر ويا ال 2 يصير 2 باي، ساين 2 باي ايش قد؟ راح يكون بهيج حاله صفر، ينضرب في هذا فصفر. فسوينا فد احصائيه طلاب هنا حتى لما نحسب الاف اوف تي نقدر نحدد ارتفاعاتها. فمثلا الساين اذا كانت الان 0 2 4 6 8 10، لما تعوض هنا اي قيمه لان بهالقيمه هذه، ايش قد الارتفاع راح يكون عندنا؟ القيمه مال هذا الكوفيشنت او هذا الحاد راح يساوي لنا صفر. بينما لما تعوض ان، عوضها طلاب، انت عوضها. هسه لما يكون ان واحد ساين ايش قد؟ ساين باي على 2، ساين باي على 2 ايش قد؟ يعني 90، ساين 90 ايش قد؟ 1. لما تكون 5 ايضا 1، لما يكون 9 ايضا 1، لما يكون 13 1. ايضا لما تكون هنا ان بالسالب، العفو الان راح تكون 3 راح يعطيك سالب 1، 7 راح يكون عندك ايضا سالب 1، 11 اعطيك ساين يعني 11 يعني 5.5 باي، راح اعطيك ساين 5.5 باي راح تساوي لك ناقص 1، وهكذا. واضح؟ اذا كانما لو تجي ترسم هاي ويا الان راح تشوف انه هاي القيم كلها مسقطه، صفر فهي صفر، هذا الصفر صفر. عندما تكون الان يساوي لك 1 ايش قد قيمته؟ راح يكون الساين 1. عندما تكون الان يساوي لنا 2 النتيجه صفر، عندما 2 النتيجه صفر. عندما يكون الـ n يساوي لنا 3 النتيجة راح تكون ناقص 1، 4 راح تكون النتيجة قد صفر، 5 راح يصير لك 1، وهكذا. إذا كنا رسمناها بشكل آخر، هاي بعدين وين تفيدنا طلاب لما نكتب الـ f of t؟ الـ b sub n القانون مالته طلاب هو من 2 إلى t تكامل من صفر إلى t f of t sin n omega t dt. طيب ايضا راح ناخذ نفس الحدود التكامل اللي اخذناه بال اي سب اي 2 الى تي تكامل من ناقص تي اوفر 2 الى ناقص تي اوفر 4. اف اوف تي ايش قد كانت من هالحدود هذه، من هذا الحد الى هالحد ناقصا اي وساين اوميجا تي، وايضا من هذا الحد ناقص تي على 4 الى تي على 4 هو الاف اوف تي ايش قد راح كانت؟ كانت اي ساين ان اوميجا تي زائدا من تي على 4 الى تي على 2، ايش قد الاف اوف تي كانت؟ اف اوف تي لو تشوفها بالرسم ناقصا اي ساين اوميجا تي. احنا المفروض هنا نطلع البي سب ان طلاب، يعني الداله هي ايفن المفروض تطلع صفر. ايضا لما تكامل طلاب، تكامل الساين هو ناقصا كوساين، تكامل الساين هو ناقص كوساين بس الراعي مشتقه داخل القوس اللي هي شنو؟ ان اوميجا. اذا نقسم على ان اوميجا، ناقص ويا الناقص يروح، طبعا الاي طلع ايضا عامل مشترك طلعناه. هنا عندي ناقص، هو تكامل الساين هو ناقص كوساين فالناقص يروح. طيب هنا نفس الحاله، تكامل الساين هو ناقص كوساين، هنا عندي موجب يصير سالب لانه ناقص كوساين، والراعي بانه مشتقه داخل القوس اللي هو 1 على ان اوميجا كوساين ان اوميجا تي تكامل من ناقص تي على 4 الى تي على 4. ايضا تكامل هذا الاي طلع خارج قوس،
وساين اوميجا تي التكامل مالته ناقصا كوساين، والراعي مشتق داخل القوس يعني واحد على ان اوميجا ناقص، وهو عندنا منها ناقص نتيجة تكامل الساينس الزائد هذول التكامل مالته. طيب طلاب التعويض تعرفونه طلاب، عوض بي شوف بين بعض التعويض راح نشوف انه هاي الدالة هتشبه هاي الدالة، فموجب سالب يتروح، وهاي الدالة أيضا تشبه هاي الدالة موجب سالب تروح، وهاي الدالة تشبه هاي الدالة فتروح أيضا. إذا راح يبقى لنا بالأحرى هذا كله يساوي لك صفر، ومعنى بي صب أن يساوي لك صفر. إذا نجي على ال f of t كتابته، إذا ال f of t هو للدالة حسب هالمعادلة اللي أخذناها طلاب، هاي f of t هذا ساوي لنا صفر، هذا ساوي لنا صفر، إذا ال f of t باقي لنا فقط هذا. إذا نعوض واحد نشوف ما معناه، أي واحد إيش قد؟ أي وان وكوساين واحد أوميجا تي. أوكي إذا نجي نقول شوف هنايا الأي واحد إيش قد؟ الأي واحد أي واحد إيش قد قيمته؟ قيمته واحد. أي واحد قيمته واحد. لما نقول اثنين صفر، لما نقول ثلاثة حتى بعد ما نرجع ثلاثة إيش قد راح يصير؟ ناقص واحد. لما نقول أربعة صفر، لما نقول خمسة واحد، لما نقول ستة أو ستة صفر، ونقول سبعة ناقص واحد، تبع عليه راح نرجع. then f of t هنايا هذا هو باقي لنا فقط ال a sub n، وال a sub n ايش قد راح يساوي لنا طلاب؟ ال a sub n هذا ال a sub n هذا راح نطلع كله مشترك خارج، بس يبقى لنا ال a لان n متغيرة تبقى داخل ال summation. هاي ال n واحد على n، هذا منين جاء؟ هذا هو كله اي صب n، بس هذا ان كلهم ثوابت طلعناها برا، فواحد على n. هسه اجيب n واحد ساين باي على اثنين اللي هو ايضا واحد، واحد على واحد مضروبه في واحد واحد، اذا يبقى لنا هنايا كوساين، وال n هنا واحد كوساين اوميجا تي. اذا اول حد كوساين اوميجا تي، نعوض ال n اثنين، هاي راح تصير نص، وهاي ايش قد راح تصير؟ ساين باي، ساين باي صفر، اذا راح تختفي كلها، ما يظهر عندنا ساين كوساين 2 اوميجا تي. نعوض ثلاثة، ثلاثة هنا ثلاثة، ثلاثة معناها ساين 270 يعني ناقص، اذا ناقص واحد على ثلاثة مضروبة في كوساين ثلاثة اوميجا تي، ناقص واحد على ثلاثة كوساين ثلاثة اوميجا تي. نعوض أربعة، واحد على أربعة، أربعة هنا ما معناه فيش حالة، ساين 2 باي، ساين 2 باي صفر إذا يختفي. عوض خمسة يصير واحد على خمسة، ساين خمسة على اثنين باي، خمسة ساين خمسة على اثنين باي يعني كأنما ساين باي عبر 2 ما معناه واحد، وهنا خمسة، إذا واحد على خمسة كوساين خمسة أوميجا تي. وهكذا طلاب تعوض إلى أي قيمة. بصورة عامة طلاب إحنا ما راح نطلب اكثر من خمس حدود، يعني خمسه بالسالب وخمسه بالموجب، هذا هو اللي راح نريده. البقيه اللي يريد يستمر كيف يقدر يعوض، لانه الان هنا طلاب غير محدده من واحد الى الانفينيتي، فاعتياديا نريد احنا منين؟ من سالب خمسه الى موجب خمسه، هذا يكفي. اوكي طلاب واضحه، الموضوع جديد يراد له شويه رياضيات قويه، نراجع الرياضيات اللي عندنا اخذناها بشغله التكاملات، ونراجع ايضا الدوال المثلثيه اللي اخذناها بالمرحله الاولى والثانيه حتى نقدر نحل هيك مسائل. ختاما طلاب اتمنى لكم حسن الاستماع والاستفاده، والتقي بكم مع محاضرات اخرى للفوريير سيريز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.